تفاصيل الهدنة الإنسانية المعلنة لوقف الحرب لمدة شهرين بين اليمن والسعودية. وكان الاتفاق على الهدنة بين حكومة صنعاء والأمم المتحدة في العاصمة العمانية مسقط. وقد رحب رئيس وفد صنعاء محمد عبد السلام بإعلان المبعوث الأممي لليمن عن الهدنة الإنسانية. وأهم بنود مبادرة الأمم المتحدة لإبرام هدنة لمدة شهرين هي كالتالي: أولا، وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية داخل اليمن وخارجه. ثانيا، تجميد المواقع العسكرية الحالية على الأرض. ثالثا، دخول 18 سفينة من سفن الوقود خلال شهري الهدنة إلى مواني الحديدة. رابعا، تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين من مدار صنعاء الدولي خلال شهري الهدنة إلى الأردن ومصر. خامسا، فور دخول الهدنة حيز التنفيذ سوف يدعو المبعوث الأممي إلى اجتماع لكل الأطراف للاتفاق على فتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات لتيسير حركة المدنيين. وقد تم موافقة الطرفان على كل بنود الهدنة، والهدف من الهدنة هو منح اليمنيين استراحة ضرورية من العنف والتخفيف من المعاناة.